معانا سؤال تاني من إيمان محمد، بتقول حقنة البنسلين ممكن أعرف إيه أضرارها لشخص كان بياخدها فترة كبيرة؟ حقنة البنسلين دي بقى بالذات عايزة 3 أو 4 حلقات لحقنة البنسلين. لازم يا دكتور نعمل لها حلقة مخصوص دي يعني. وهم عايش فيه المصريين. اي حد سرعه ترسيب عاليه ياخد بنسلين، اي حد عمل تحليل الميكروب سبح اللي هو الاي اس او تتر تطلع عالي ياخد بنسلين ويمشي عليه بالسنه وبالسنتين وبالخمسه وبالعشره بدون مبرر. هي بتسال سؤالها هنا اهو عن الاضرار. لو انا مشيت على البنسلين فتره طويله، البنسلين مش مضر، بنسلين ماده لطيفه جدا عباره عن مضاد حيوي بتحافظ بتعمل وقايه من الميكروبات، لكن الاساس انت محتاجاها ولا لا، محتاجاها ولا لا، دي اللي شخصها الدكتور. يعني انا من ضمن كل 100 حاله بياخدوا بنسلين 99 حاله بقالهم مش محتاجين، وواحده اللي محتاجها. اولا البنسلين اللي بيقرره دكتور القلب او دكتور البطنه اللي يلاقي حمى روماتيزميه. يعني لو حد لقى تشخيص حمى روماتيزميه خد البنسلين ومشي عليه يا سيدي. تمام. انما مفاصلك تاخد لها بنسلين ده غير صحيح. سرعه الترسيب تاخد لها بنسلين ده غير صحيح، ودي للاسف ثقافه خطا عندنا كلنا اطباء وشعب. ان سرعه الترسيب ناخد لها بنسلين، ميكروب سبحي ناخد له بنسلين، تمام، وجع في المفاصل ناخد له بنسلين. انا بستغرب جدا، مفيش في العالم كله بنسلين لعلاج المفاصل.